عمر بن الخطاب كما في محض الصواب لابن عبد الهادي ومناقب بن الجوزي لما فتحت بلاد الشام وذهب لكي يأخذ مفاتيح بيت المقدس فوجدهم أنهم لبسوا لباسا يشبه لباس أهل الشام، لكن ما في إسبال، ما في حرير، ما في أشياء مخالفة، فحصبهم، رماهم بالحجارة. قال: غيرتكم ما أسرع ما غيرتكم الشام؟ احنا لسه انتم لكم كم شهر في الفتح. قالوا: والله ما تغيرنا. وتكلم على مين؟ جزاك الله خير. تتكلم على أبي عبيدة عامر بن الجراح أبينا هذه الأمة، لما دخل عمر إليه ما وجد غير ركوة، يعني قربة فيها ماء وفراش بالي، فقال: ما هذا يا أبا عبيدة؟ قال: هذا يبلغنا المقيل، وإن صاحب الدار لا يصبر علينا، احنا ما نجلسين العمر كله في هذا. تكلم على سعد بن ابي وقاص مجاب الدعوه، اول من رمى بسهم في الاسلام. تتكلم عن خالد بن الوليد، سيف الله وسيف رسوله عليه الصلاه والسلام، ويقول لهم: ما اسرع ما غيرتكم الشام. قال: والله ما تغيرنا يا امير المؤمنين، ولكننا لبسنا هذا ليهابونا، عشان يخافون مننا بس. لكن ما في لا حرير لا إسبال لا شيء لا أي حاجة، ما زلنا نحن الذين عرفتنا أبدا. فيقول لأبي عبيدة: خذني إلى بيتك. فلما يأخذ يرى هل أثاث وكذا، فيقول: كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة.